تمثل المحكمة بما في ذلك استدعاء المطالبة بالحق المدني وكذلك التزام بعض الزملاء بإحضار واحد الشهيدة اللي هي ضرورية في الملف، كما أنه تم تأخير الملف وللبت في ملتمس تقدم به الدفاع ديال الدروالي اللي تيرنو إلى ضرورة الاطلاع على الحسابات ديال المطالبة بالحق المدني زينب القصير، وكذلك معرفة صحة الأقوال ديال الأطراف بكونها سحبت مبلغ مالي معين بتاريخ معين من وكالة بنكية بأزيلال، لأنه لم نستطع الحصول عليه نحن، لأن الأمر فيه إجراء مشطري معين لم يكلل بالنجاح، ولكن المحكمة ستبت في هذا الملتمس، إذا قابلت الملتمس ستعمل على إحضار كل الوثائق البنكية ديال هذه المطالبة بالحق المدني للتأكد من صحة أقوالها وصحة أقوال الشهود من كونها سحبت المبلغ المالي وغش يعني مبلغ معين. إذا ثبت بأنها بالفعل سحبت ذلك المبلغ المالي سيكون كلام آخر، مع أنه يظهر على أن الشاهدة اللي أكدت هذه الواقعة ربما لم تقل الحقيقة انطلاقا من تصريحات باقي الأطراف اللي تأكدوا على أن الأمر لا يرتبط بالسحب المبلغ المالي وبالفعل القضاء سينظر به. نعم سيدي. تأجل الملف أستاذ. البت في هذا الملتمس ديال اطلاع على الحسابات ديال زينب القصير 17 11 غيبتو به، وتاخر الملف لواحد 12 من اجل استدعاء باقي الشهود. صافي صافي صافي. شكرا. كان هذا تصريح محامي كما تبعتوا معنا، كان تصريح ديال نقيب المحامين اللي في هيئه الدفاع يوسف الزروالي. كما تبعتوا معنا فهذه المعطيات اللي عطانا السيد المحامي عن القضيه وما ما يعني اللي ندخل باش نطقات المحكمه ديال محكمه مكناس في قضيه يوسف الزروالي، واللي كما عرفتوا انه تم تاجيل هذه الجلسه الى لتاريخ اخر. والان حنا غادي نمشيو عند محامي دائما خليكم معنا، فانا حنا دائما من امام المحكمه النوري. كورونا اخويا، كورونا الله يرحم الوالدين. كما شفتوا اليوم كما شفتوا بان حضرنا الجلسه ديال الصديق والاخ يوسف الزروالي، كنا تنتظروا بان الميت يكون جاهز وبان تحضرنا هذه العثماني اللي مشينا يعني اللي صدر بحقها امر باحضار من طرف السيد الوكيل الملك جزاه الله خيرا، ولكن بانه في هذاك بان وليني بان جاتنا يعني واحد ارساليه بان تعذر يعني العثور على دين الشاهده الرئيسيه في المواجهه ديال يوسف الزروالي. تقدمنا مجموعه ديال الطلبات، لا سيما بان الطلب ديال بان الكشف ديال الحساب البنكي ديال زينب. دابا حاليا لم يطرف المداوله على اعتبار بان تنتظر المحكمه البت هذا الطلب فقط ديال لابونك لجلسة مقبلة، وتم تأخير الملف برمته إلى جلسة 1/12 بحول الله لإحضار من جديد المسمى هند، وكذلك كافة المصرحين الآخرين لما حضروا لناش لهذه الجلسة هذه. بالنسبة لبرطال حتى واحد ما ذكرتش المعلومة عليه ولا شي خبر عليه. بالنسبة لبرطال راه عنده الدفاع ديالو الأستاذ الطاس، ما لكم إلا تتصلوا بالأستاذ الطاس يقول لك. الأستاذ الطاس يعني يا ريت الأستاذ الطاس راه هو.